اتصل حتى يشرح هذه. إبراهيم يسأل عن حكم إعطاء الزوجة من الزكاة لأجل الحج. أهل العلم يقررون بأن الحج أو إعطاء للزوجة نفقة للحج أنه غير واجب عليه، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في جواز دفع الزكاة لمن لم يحج حجة الإسلام حتى يحج. نعم. فيها نزاع، ومن مفردات مذهب أحمد رحمه الله جواز ذلك، واستدل بها لهذا الإمام أحمد رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج من سبيل الله، حين سئل عن فرس كانت قد وضعت في أو قد وضعها إنسان في الجهاد في سبيل الله عز وجل وأراد أن يحج بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج من سبيل الله. فكأنه نوع من الاستدلال على هذا. هذا مذهب أحمد، وعليها فتوى كثير من مشايخنا، لو أخذت بها بحكم أو أخذ بها بحكم أنه لا يجب عليه أن يدفع نفقات الحج عليها، فهذه تنتفي في حقه مسألة توفير المال التي ذكرها الفقهاء، أو سد ذريعة توفير المال، ما يعطيها من زكاته نفقة لها، فهذا وفر ماله. نعم. وسقطت عنه الزكاة بهذا، أو سقطت عنه النفقة. أما هذه الصورة فلو أخذ بما أفتى به بعض مشايخنا وكان على هذا النحو جاز لها ذلك. نعم.